هنقول دلوقتي ستارت للايه؟ ايه الكورس بتاع الكيمستري سريعا كده، نستعرض ايه هي اللي احنا هنتم دراسته. اول موضوع ده اهم موضوع وبياخد حوالي 7 اسابيع لاهميته الاول في كل التخصصات، اللي هو الكروجن والبروتكشن. وببساطه قوي عشان كده الكروجن مش متعودين عليها، هنقول ايه؟ كلكم عارفين الراست اللي هي الصدى، مشاكله كتيرة أوي، هنشوف وإزاي نتغلب عليه، وده يا ريت يتفهم كويس أوي، لأن هيسفر في حياتك العملية كتير أوي ومشاكله كتيرة. ده الموضوعات اللي هي معروضة في الجزء ده، هنستعرضها واحدة واحدة. الجزء ده كده شوية صور بتبين بس إيه تأثير الكروجن، ودي أكيد بتشوفوها كتير أوي. وتحت الكباري واهو كل دي صور على ده. عشان نبدا في موضوع الكروجن، هو عباره عن ايه؟ رياكشن. ده ايه؟ الميتال، وما بين الانفايرمنت اللي بيتحط فيه اللي هو هنقول كورسيف انفايرمنت. نتيجه الرياكشن ما بين الاثنين دول هيحصل الكروجن اللي هو الدمار. طب بما ان ده رياكشن، يبقى لازم ناخد فكره ايه نوع الرياكشن ده؟ وده الاساس اللي هو برنسبلز اوف كروجن. احنا عندنا الرياكشن كتير قوي، اكسوسيرمال واندوسيرمال وسبيشال رياكشن واسيد بيز رياكشن وسبيشال رياكشن وريدكشن رياكشن، كتيره قوي، حوالي 7 8 انواع. ايه النوع ده اللي احنا هنبدا فيه؟ فقبل ما نخش في موضوع الكروجر نعرف شويه اساسيات. الرياكشن ده اهو الكترو كيميكال رياكشن. طيب ايه الالكترو كيميكال رياكشنز ده؟ الرياكشن ده بينقسم الى جزئين، وحاجه منهم كلكم عارفينها من زمان قوي، اوكسيديشن رياكشن. لو احنا خدنا الرياكشن زي ده كده، ايون كلوريد بلس كلورين هيدي فينيك كلوريد. واضح ان الرياكشن ده التعريف العام اللي دايما الناس بتعرفه كلمه اوكسيديشن، يعني جين اوكسجين، ده لا فيه اوكسجين ولا فيه اي حاجه. طب يبقى معنى كده التعريف العام جت منين؟ لوس اوف الكترونز. عندك الايرون هنا داي، اتحول هنا الى تراي. عشان تزيد البوستيف تشارج يبقى معناه ان فقد الالكترون، وهو ده التعريف العام للاكسديشن رياكشن، لوس الكترونز. اي رياكشن حصل فيه فقد الالكترونز بقول على طول حصل له ايه؟ اوكسديشن. ده اول جزئيه فيه. هناخد امثله مثلا كتير قوي. لو قلت مثلا كبر، ناخد بالنا من حاجه، عدد الالكترونز اللي هيفقدها هيتحول من نيوترال اتوم لبوزيتيف ايون حسب النمبر اوف الكترونز اللي هيفقدها. لو قلنا مثلا الالومنيوم هيفقد 3 الكترون، يبقى هيتحول لبوزيتيف ايون كاتاين عليه بوزيتيف شارج 3. ده اللي هو الاكسديشن رياكشن. طيب هنا اهو حصل اهو فقد الكترون وتحول لثلاثه، هو ده الايه؟ الاكسديشن. الجزء الثاني من الرياكشن ريدكشن، ده كده جنرال. لو اي ميتال هيفقد عدد من الالكترون هيتحول لبوزيتيف ايون. الجزء الثاني ريدكشن، وريدكشن معروف برضه له تعريف كده زي الاكسجين جين هيدروجين. الرياكشن ده لا في اكسجين ولا في هيدروجين، لكن حصل فيه ريدكشن. ازاي؟ كلورين دي كلورين اتوم اهي نيوترال، اتحولت هنا لكلورايد ايون. ايه اللي يخليها من نيوترال لكلورايد ايون؟ نيجاتيف تشارج، جين الكترونز. وده التعريف.
في العام للريدكشن جيلين الكترونز. يبقى كده اوكسيديشن فقد الكترونز ريدكشن جيلين الكترونز. بص كويس الرياكشن ده نصه حصل فيه اوكسيديشن نص الثاني حصل فيه ريدكشن. يبقى الرياكشن ده بيضم الاثنين لان هو فقد الكترونز. الكترونز دي لازم حاجه هتاخدها مش هيسمع ان هي كده لص وتروح على طول. فيبقى الرياكشن ده هنسميه اوكسيديشن ريدكشن رياكشن او له اختصار كده ومر عليكم اكيد قبل كده ريدوكس رياكشن اللي هو اختصار اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. ده كده ريدكشن جنرال. لو جينا هنا الرياكشن ده يعتبر اوكسيديشن. الرياكشن ده ناخد بالنا من حاجه مش شرط ان هو يبقى ايه جين الكترونز ويبقى كده. لو انا عندي بوستيف تشارج زي الهيدروجين اين عليها بوستيف تشارج جين الكترونز تحولت للنيوترون. يعني انا لازم اخد بالي عمليه الريدكشن دي هل حاجه نيوترون ولا حاجه عليها اصلا بوستيف تشارج. طب كده خلاص عرفنا يعني ايه اوكسيديشن ويعني ايه ريدكشن. لو رجعنا للتايتل الكترو كيميكال رياكشن وكلمه الكترو معناها كهرباء. طب تيجي ازاي؟ هفكركم بايه؟ اول اكتشاف للالكتريستي كانت اتعملت سيل. الكلام ده كله مر عليكم قبل كده كتير لو فاكرينها. لو جبنا ديفرنت الكترون من اي ميتالز سي مثلا كوبر وده زنك ووصلتهم كده وحطيت هنا اي الكترولايت ودي كانت فكره اول سيل اتعملت للكهرباء. لو حد فاكر السيل دي كان اسمها ايه؟ الكترو كيميكال سيل. الكترو كيميكال سيل. طيب عاوزين نفهم طب الكهرباء جت منين؟ تعريف الكارنت ودي معلومه عامه تقريبا الكل بيبقى عارفها. تعريف الكارنت هو عباره عن ايه؟ فلو وفلويد من الكترونز. كده يبقى وصلنا. طب ما انا عندي رياكشنز بتديني الكترونز يبقى قطعا بيحصل عند السيل دي عند واحده منهم بيحصل عندها اوكسيديشن فهتديني الكترونز. يبقى هو ده الكرنت. هيروح الكرنت يقول يبقى لابد يحصل عند الطرف الثاني من السيل يحصل عنده ريدكشن يعني جين للالكترونز. ومن هنا يبقى فسرنا الكتروكيميكال رياكشن هو نفسه الكتروكيميكال رياكشن اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. بيحصل في طرف منهم اوكسيديشن والطرف الثاني ريدكشن وبيبقى هنا في الكترونات. طيب عشان نحصل على الكرنت في شروط هنا. لو خليت الاثنين دول زي بعض الاثنين زنك او الاثنين كبر مش هيحصل مرور كرنت. يبقى معنى كده لابد يكونوا الاثنين ديفرنت. طيب هنخلي الاثنين ديفرنت وهنحط هنا نون الكترولايت سوليوشن. يعني مثلا هنحط ايه ديستنت ووتر كويس مش هيمر كرنت. يبقى عشان احصل على كرنت في شرطين different metals او different alloys ممكن يكونوا الاثنين different و يكون في الكترولايت سوليوشن او اي حاجه مصدره. ولو بصينا على كل السيلز المستخدمه بطاريه العربيه هتلاقي في
السوليوشن اللي هو السلفوريك اسيد ده، ده الالكترولايت. الحجاره الجافه دراي بدل ما يبقى سوليوشن بيبقى بيستعجينه. السيلز اللي هي بتاعه الكاميرات بتلاقي الاثنين مختلفين وجوه في سنسور بيوصل. يعني الشقتين دول هم دول مهمين قوي عشان تحصل على كارنت. طيب عشان يمر كارنت ما بين الاثنين دول يبقى لازم يتولد بوتنشال ديفرنس. فهنا في بوتنشال ديفرنس اكيد. وبما ان في بوتنشال ديفرنس يبقى لابد يكون ده له بوتنشال وده له بوتنشال. فعشان نفرق ما بين بوتنشال خاص بميتال عن بوتنشال لاي سورس اخر كان بيطلق عليه ايه؟ الكترود بوتنشال. وبياخد حرف الاي ده، يعني ده لو الكترود بوتنشال هنبقى عليه سي يو، له قيمه بس مش مهم نعرفها، وده لو الكترود بوتنشال. والاثنين مختلفين يبقى نتيجه الاختلاف ده هيمر الايه؟ الكارنت. يبقى كده وصلنا الى ان ايه الالكتروكيميكال رياكشن الاساسي اوكسيديشن ريدكشن، وان السيل اللي بتدي كارنت لازم يكون فيها شقين اختلاف التو الكترودز ووجود الكترولايت او بيس او سنسور يوصل ما بين الاثنين، وكل ميتال له بوتنشال خاص بيه. طيب في موضوعنا احنا هنسيب موضوع الايه؟ الباور سبلاي المختلفه و بس انا لازم نعرف حاجه. الكرنت اللي طالع من السيلز دي كلها ما يعتبرش اي سي، دي سي اللي ما يعرفش ده دي سي كرنت مش اي سي كرنت. بالنسبه لموضوعنا الاساسي مشاكل الكروجن و تعالوا نشوفوا الاتصال ده ايه اللي هيحصل. لاحظنا ان الاثنين اللي كانوا موجودين واحد منهم اتدمر حصل فيه كروجن، والثاني ده ناخد بالنا كويس قوي ده كده هيبقى اكسبريشن تلزق في دماغك كويس قوي. الميتال اللي يحصل له كروجن بنسميه انود، اللي ما يحصلوش حاجه اسمه كاسود. يبقى باستمرار لو عندك اي دفعه ميتالز او الويز متوصلين وحصل كروجن لمين؟ الانود. اما الكاسود ما بيحصلوش اي مشكله. ويبقى كده عرفنا ان اي حاجه ديفرنت ومتوصله هيحصل، لازم هيحصل كروجن، بس الواحد مش للاثنين. طيب كده بقت عندنا مشكله، وانا هعرف الانود من الكاسود ازاي؟ ايه الوسيله اللي بتقول لي ان تيك كير التوصيل ده هيبقى فيه الميتال الفلاني هو اللي هيحصل له كروجن؟ حاجه مرت عليكم زمان برضو لما اكتشفوا ان كل ميتال له بوتنشال فحبوا يقيسوا البوتنشال ده، وطبعا كان كل الميتالز مش معروفه فاختاروا لازم يختار عنده ريفرنس يقيس بناء عليه. طب والميتالز كلها مش معروفه، فعملوا زي مندليف لما جه عمل البيريود تيبل اختار الهيدروجين كاخف اليمنت واعتبر الماس بتاعته واحد. هنا نفس الوضع، اختاروا الريفرنس اللي هو الهيدروجين واعتبر البوتنشال بتاعه زيرو. ده الالكترود بوتنشال بتاع الهيدروجين واعتبر بوتنشال زيرو واسعى لكل الميتالز. وتحطوا كده في جدول سموه الكترو كيميكال سيلز، ودي مرت عليه برضه الكترو كيميكال سيلز. بس هنا في برضه ساعات حد بيسال يقول لك طب الهيدروجين ده جاز وازاي انا هحطه ويعتبر الكترود ويقيس الايه؟ البوتنشال. لو هنبص على وعندك في كتاب هتشوفه الالكترود بوتنشال قصدي الالكترود بتاع الهيدروجين، هتلاقي الهيدروجين فيه الهيدروجين جاز فيه بلاتنيوم واير هو اللي بيوصل
محاط بالهيدروجين ومتوصل بالفولت الليتر. طيب هنقول طب ما هو بلاتنيوم يعني ميتال يبقى هيقيس برضه الفرق. لا، اشمعنى البلاتنيوم اختاروه؟ ليه هو بالذات؟ لانه لما بيتغطى بلاير بالهيدروجين ما بيخشش في الرياكشن، يعني كانه ملوش اي صفر. عشان كده الهيدروجين الكترون فيه البلاتنيوم ماي. وبداوا يقيسوا بقى كل الميتالز في التقسيم اللي هو يمكن شائع قوي من المور نيجاتيف للمور بوزيتيف، وتسند لي اعلى كهربيه سالبه فاقل 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 لاعلى كهربيه موجبه بوزيتيف بوتنشال. وده له فوائد كتير وطبعا ما حدش بيحفظها، لكن بيبقى ايه يعني لو انا اخترتها كده بص على وضعه. ليه؟ وانا لازم في الدايركشن ده كده الاكتيفيتي ديكريز. يبقى معنى كده الدايركشن ده تنزل من فوق. كل ما انزل منزل منزل الاكتيفيتي بتقل، وكلنا عارفين برضه معلومه قديمه قوي قوي النوبل ميتالز اللي هي اللي عندها مشكله الحاله موجوده تحت. دي حاجه. فايدة تانية، أنا عاوز أعمل سيل بوتنشال محدد. كل إلمنت من دول قيمة البوتنشال موجودة قدامك. أنت عاوز تختار سيل مكونات البوتنشال محدد، شوف المكونات هتجيلك من هنا. يعني إحنا عندنا الدراي سيل دي اللي هي بتلاقيها كفر وزنك. كفر وإيه وزنك. بتلاقي البوتنشال ديفرنس واحد. واحد ونص. نيجي الموضوع معنا انا اللي يهمني ايه؟ مين اللي هيتدمر؟ لو بصينا في الرسمه اللي كنا حاطينها هنلاقي ايه؟ الزنك. طب اشمعنى؟ تعالى بص. ادي السله اهي. ادي الزنك. وهذه القاعدة سهلة أوي، مين اللي بيقولها؟ ربع المدة بتنزل كده، يبقى الجرحين ألف خلاص، يبقى المول ألف اللي هو الألم، الناس أكتر يبقى الأسود، ودي مش قاعدة عامة، التوصيل دي يعني مثلا لو أنا أخدت الزنك مع المغنيسيوم، مش هقول الزنك هو ألم، لا، البلد. مول اكتف يبقى هنا ده كاسو وده كان. هتاخد مثلا الاير مع الليت يبقى الاير انو الليت كاسو. هتاخد الاير مع الالومنيوم هيبقى هنا الاير هو اللي كاسو. ده الغرض من الالكتروكيميكال سيريز. في مترتبة للميتالز وفي مترتبة للألويز. القاعدة عامة اللي يجي أعلى مور أكتف يبقى هو الأنود، واللي ليس أكتف يبقى الكاسو. معانا اثنين طبعا ثابتين، أول واحد ليس أخطر بيتا، وآخر واحد اللي هو الرود اللي هو يبقى إيه الأورس ده. ده اللي هو يعتبر كاسو بالنسبة لأي ميتال يتم التوصيل معه. والرموز دي طبعا محطوطه يا اما انجلش يا اما ايه لاتيني، يعني زي الاورس والسيلفر ارجنتو والكلام، لكن ودي ما تحفظهاش، كنت بديها
استقدر تعرف مين اللي هيحصل له هيدروجين، مين الالو، مين الكاسوت، ومين المنور اكتف، ومين الاس الاس. ده الغرض من الالكتروكيميكال سينس. السنه دي عشان برضو ملخبطش اللي لسه عاملها، اتفقنا ان دي اسمها الكتروكيميكال سيل، هسميها جنبها سيل بانش. ايه الفرق بين السيل دي والسيل دي؟ السيل دي كان فيها الكترولايت، فيها باور سبلاي، ما لخبطش. طلبه كتير بتلخبط عشان مش متعود يمكن عليها. لو فيها باور سبلاي انسى تماما كلمه الكتروكيميكال سيل او جلفانك سيل. دي بنسميها الكتروليسيس سيل. الكتروليسيس سيل. ايه الفرق بين الاثنين؟ ديت هي اللي بتديني كارنت. يبقى معناه هنا بيحصل تحويل للكيميكال انرجي لالكتريكال انرجي. دي انا عطيها اوريدي كارنت. يبقى بتحول الالكتريكال انرجي لكيميكال انرجي. هقولها تاني، ادي اول فرق اساسي اللي فيها باور سبلاي للالكتروليس السيل بتحول، وانت فاكرها كده من وجود باور سبلاي. الكتريكال انرجي تحولها لكيميكال انرجي. دي العكس، هتحول لي الكيميكال انرجي لالكتريكال انرجي. طيب فرق تاني مهم قوي قوي في الالكتروكيميكال سيل دي اللي ما فيهاش باور سبلاي، الانود والكاسود بعرفهم من الترتيب في الالكتروكيميكال سيلز. هنا بقى طالبه كتير بتلخبط. طيب بص كده شوف مين اللي ايه مور اكتف. انسى تماما هنا تعريف مين الانود ومين الكاسود اللي بيجي من البوزيتيف يبقى الانود، والنيجاتيف يبقى الكاسود مهما كان نوعيه البتا. يعني انا هقول مثلا ده جولد اللي هو اهو اخر واحد، وده زنك الومنيوم كيلو بتا، ده اللي هيحصل له هيدروجين. اخر مره هقولهم، واحده فيها باور سبلاي للالكتروليسيس، الثانيه ما فيهاش. اللي فيها باور سبلاي بتحول الالكتريكال انرجي للكيميكال انرجي، في العكس كيميكال انرجي والالكتريكال انرجي. في الالكتروليسيس الانود والكاسود من التوصيل، اللي من البوزيتيف بيبقى انود، من النيجاتيف يبقى كاسود. في الالكتروكيميكال سيل اللي مور اكتف يبقى هو الانود، واللي ليس اكتف يبقى الكاسود. يبقى كده عرفنا انواع السيلز. هنخش بقى في حاجه ثانيه هي ليها فايده هنشوفها قدام، البولاريزيشن. ده يمكن مر عليكم زمان كده خدتوه بتعريف بسيط قوي. تكوين الهيدروجين، الهيدروجين جاز اللي هو هيدروجين زائد الكترون يعمل اتوم، وكل تو اتومز هيعملوا. طيب يبقى عندنا في ريدكشن اكشن وتكوين الهيدروجين. عندي الهيدروجين ايون، يعني معناه ان في عندي ده المتا اللي عنده الالكترون. فده بنقول كده الالكترونيزيشن، احنا عملناه هنا زمان
تكوين الهيدروجين عندي هيدروجين وعندي هيدروجين. يبقى هذه البيتا اهو اللي فيه الالكترون، وده الالكترولايت او السوليوشنز اللي عنده الهيدروجين ايونز. عشان يحصل عملية الريدكشن دي يبقى اللوجيك كده ايه؟ ان الهيدروجين ايون هي اللي ابروتش للسيركس. يبقى كل هيدروجين ايون ابروتش هتقرب للسيركس. سهل قوي قوي تفسح بالالكترون وعامله اتوم. هيدروجين ايون اهي هتيجي عند السيركس. تسحب الالكترون عشان يتكون الاتش 2 ويبقى ديت مع دي ويعملوا الاتش 2 وبعدين الاتش 2 تنتشر. الميكانيزم ده اللي حصل بالطريقه دي وانا بعملها عشان ما احفظش الرسمه زي ما هي اهي بنسميها اكتيفيشن بولاريزيشن. اول جزء اكتيفيشن بولاريزيشن لازم تكون الرسمه واضحه على الارض وتعرفها ببساطه قوي. الكتروكيميكال بروسيس هنتكلم على البروسيس مش الرياكشن نفسه، البروسيس نفسها اللي هي الخطوات دي اهي دي الكتروكيميكال بروسيس. فالاكتيفيشن بولاريزيشن بيعبر عن الكتروكيميكال بروسيس كنترول باي ذا رياكشن سيكونس ات ام البيتا وده الالكترولايت. يعني الايه الخطوات دي كلها لما جت هنا اهي في الحته دي وعملت الاتش 2 قال لي معنى ايه؟ ميتا الكترولايت انترفيس. ميتال الكترولايت ايه؟ انترفيس تكوين الاتش 2 ده الالكترو الاكتيفيشن بولاريزيشن. اقول لك تاني بروسيس خطوات وهي خطوات قدامك اهي 1 وهذه 2 وهذه 3 وهذه 4 ومش هقعد اشرح اقول هيدروجين اين ابروتش للسيرفيس جين الكترون. الرسمه بتوضح كل حاجه يعني مش محتاج انك انت التعريف قدامك والرسمه واضحه تماما. طب ايه الغرض بقى منها؟ وليه يعني فسرناها والكلام ده كله؟ ايه مدى الاستفاده من الكلام؟ طبعا القاعده العامه بتقول كل ما الميتال يفقد الكترونز كتير كل ما ايه الغرض بقى من الاكتيفيشن بولاريزيشن؟ ايه وجه الاستفاده؟ ده بنقول كل ما الميتال هيفقد الكترونز كتير الكروجين يزداد. دي احد الوسائل اللي نخلي الكروجين يقل. لو قدرنا نمنعه فيبقى يعني بيرفكت قوي. اذا كانت البروسيس فيري فاست سريعه يبقى ده معناه ان سحب الكترونز كتير الكروجين يزيد. طب احنا عاوزين نستغلها ان احنا نقلل يبقى نخلي ايه؟ نخلي البروسيس دي فيري سلو. ادي الغرض اهو مهم قوي قوي ده البيربوس او الفايده من الاكتيفيشن بولاريزيشن. اعمل سلو للميكانيزم ده الكروجين جاي ازاي؟ ده وضع هنشوفه في الانهبيتورز بتتحط مواد كده تعمل وكل ما تبطا اكتر كل ما الكروجن يقل. ده المعنى من الاكتيفيشن بولاريزيشن. كل اللي عاوزينك تعرفه ايه تعريفه الرسم بتوضح والغرض منه اللي هي الاهميه يعني هنستفيد منه بايه؟ ان احنا نقلل الكروجن لو خلينا الميكانيزم ده يقل. طيب الميكانيزم الثاني في البولاريزيشن بتاع الحركه بتاع ايه؟ الهيدروجين ايونز.
كل الهيدروجين اينجي بوزيتيف اينجي كلها بتجري كده عشان تسحب الايه الالكترونز وتبعد. فهناخد الحته دي بتاعت الديفيوجن اوف هيدروجين ايونز، انتشار الهيدروجين ايونز اللي عاوزه كلها توصل للسيرفس. وهنسمي ده وهنعرف تسميه دي ازاي كده، كونسنتريشن بولاريزيشن. تعريف ببساطه سهل قوي، انتشار الهيدروجين ايونز diffusion of hydrogen ions اللي هتوصل للسيرفس. ايه برضه وجه الاستفاده منها وببساطه قوي، بديها بمثال بسيط قوي قوي. لو انا عاوز اوصل من هنا لغايه الباب سهل قوي، الطريق فاضي قدامنا. هنجيب بقى البسكات دي، حط ثلاثه يبقى الوصول اصعب، حط اربعه اصعب، حط خمسة ديسك تبقى أصعب. يبقى معنى كده عشان أوصل ليه لو الطريق قدامي فاضي يبقى سلس أوي أوي أوي. طيب ما هنا عندنا كل ما دول هيوصلوا بسهولة أوي للسيرفس وهيسحبوا الإلكتروز والكروجة بيزيد. طب نعمل إيه؟ أعمل لهم ريتارديشن، حط لهم حاجة في السكة كده تخلي الوصول صعب. وكل ما هزود من الحاجة اللي هحطها اللي هتعمل ريتارديشن كل ما الكروجن يقل. ادي وجه الاستفادة منه. وانا عارفها كلمة كونسنتريشن، انكريز كونسنتريشن بولاريزيشن. حط كده بين قوسين معناها ايه؟ زيادة ريتارديشن، زيادة الإعاقة. هذه كده فعلا كل ما هنزود الحاجات اللي بتعمل ريتارديشن كل ما الكروجن يقل. يبقى كده فسرنا البولاريزيشن الميكانيزم بتاعه هو عبارة عن جزئين، كونسنتريشن بولاريزيشن واكتيفيشن بولاريزيشن. بستغله في ان انا اعمل ديكريز للكروجن، ممكن استغله واحد، ممكن استغله الاثنين، لحسب السيستم اللي يبقى موجود. وده الغرض من البولاريزيشن، مش عاوزين نعرف اكتر من كده. خش بقى في حته ثانيه مهمه، كان في مشكلة ايه؟ هل كل الميتالز يحصل لها كروجن؟ ولا ممكن في حالات يحصل كروجن وحالات ما تحصلش؟ حالات ما تحصلش وبعدين يحصل مفيش كروجن. وعشان يصنع لك ماتيريال او حاجة معينة لازم يديها لك في ميديوم اللي انت بتشتغل فيه وما يحصلهاش حاجة. فحبوا يدرسوا ايه بالظبط الحالات او الميتال او الالون ده ممكن يمر بكام حاله. حاول ده خلاص بيحصل له كروجن يبقى كده فور ايفر لاي حاله، او ده ما بيحصلوش فدرسوا حاجه علاقه ما بين حاجتين، الريت اوف كروجن معدل التهاب. يقول لك طب ده هيبقى ازاي؟ اذا كان ممكن الحاجه دي توزنها فلو انها توزنها هات الويت او الماس وعرضها في تايم محدد للكوريسيف موبايل وارجع يوزنها تاني، يبقى الفرق حصل في الماس يمثل الكولوجن اللي حصل. يقول لك طب حاجه فيكسد ما ينفعش اوزنها، قيس السكنس او الدايمنشنز. تعالى بعد فتره برضه قيسه، يبقى كده عن طريق يا اما التغير في الماس يا اما التغير في السكنس او الدايمنشن. طب ده ريت اوف كولوجن، مع ايه بقى المؤثر الكوريسيف انفايرمنت؟ ايا كان بقى الكوريسيف انفايرمنت،
هتزود من الكمية بتاعته. وكل مرة تقيس الريت اوف كولاجين، سواء بقى استخدمت ايه الجوكر الاسد ايا كان الكوليسيت ايجنت. لو لقينا الحالة طلعت كده واضح قوي ان كل ما احط كل ما الكولاجين يزيد، كل ما احط الكولاجين يزيد. واضح ان هو من الستارت من البداية. قال لك طيب هاخد اكزامبل الاول كده، لو انا عندي اير حطيته في شويه ووتر كل شويه ازود الاير فيه، هبص الاقي الكولاجين عمال يزيد 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 يزيد. طب هنا اكيد يبقى الماتيريال هنا او الميتال هنا في حاله نشاط عالي، فراحوا مسميين الحاله دي ايه؟ اللي هو كل ما تضيف الكولاجين عمال يزيد 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 اكتف ستيت. وده اكزامبل بسيط قوي في الكتاب، عندك اربع اكزامبلز اير وشويه ميه وزي كل شويه زود الايه؟ الاير اكتف ستيت. طب نفهم منها ايه؟ ببساطه قوي، لو انا عندي معدات عاوز اصنعها من الاير ينفع استخدمها في الميه او الهواء؟ لا. ليه؟ اكتف ستيت. ودي متحدده، عشان كده المصنع لما بيجي يصنع لازم يبص على حاله معينه. لو لقى الحاله دي اكتف ستيت يبقى ما تنفعش الماتيريال دي تستخدم في الانفايرمنت اللي انت عاوزه. يعني ده دمار من الستارت. والاستارت طلعت كده. ده كويس قوي. مفيش اي تاثير. ضيف زي ما انت عاوز ولا في اي تأثير، يبقى كده مفيش نشاط. بسموا الحالة دي باسيف ستيت، لا فيها ضمان ولا حاجة. واضح قوي باسيف ستيت دي اللي هي دي المطلوبة، باسيف ستيت يعني مفيش نشاط. وهناخد اكزامبل لأشهر الألويز المستخدمة في التصنيع. مايلد ستيت، وهنا برضو ناخد بالنا الالويز ليها طريقتين في التسميه، وانترناشونال يعني مش كلها بيسمي الالوي بالبازيرو، لا، يا اما اسم كونفنشنال نيم تجاري مايلد ستيل، يا اما اسم وده برضو انترناشونال معروف. ايه المكونات اللي فيه؟ يعني ده بيسموه 13 كروميوم 8 نيجل ستيل. الاسم ده او الاسم ده ايا كان، بص هنحطه في ايه؟ نيتريك اسيد. نيتريك اسيد ده خطير ونسترون ولا يحصل اي حاجه، بس الاستيل. يبقى معنى كده لو انا عندي نيتريك اسيد مش هروح اجيب اي تانك او اي بوتل احطه فيه، لازم يكون في حاله بس الاستيل. يعني لو انت عندك نيتريك اسيد عاوز كونتين تاني تحط فيه يبقى مصنوع من المايند ستيت، ومتسجله كل حالات الباسيف ستيت عشان المصنع لما يجي يصنع يختار منها. ودي الحاله اللي فعلا تقدر تقول لك طيب نفترض ان حصل كده اتشقلبت، كان الباسيف ورجع يتدور، فليه مش هيسموه اكتف ستيت؟ لان اكتف ستيت تبقى انت عارف استحاله تستخدمه، ده من الستارت. لكن ده كان باسيف وتحول، عشان كده بيقول لك عليه ترانس باسيف ستيت. طب ايه اللي خلاه كده؟ ايه اللي خلاه بدل ما كان باسيف راح متحول؟ هاخد نفس الالوي ديت ونفس الميديوم ده، بس نبص كده كويس قوي نشوف ايه السبب في اللي خلاه كده. ترانس باسيف ستيت، لو بصينا كويس قوي وحده الطرف هنا في نايتريك اسيد،
هنا هو نايتريك اسيد بس فيه بيوريتس من الكروميوم ايون. يبقى هو ليه؟ بقيمه محدده او بتركيز معين. يبقى معنى كده انا عندي نايتريك اسيد عاوز اضمن ان انا احطه في المايلد ستيل ده، يبقى لازم اعرف في البيوريتس من الكروميوم ايون ولا ما فيش وبنسبته كام. افترض مثلا ان النسبه اللي حكيت كده 2%، طب انا عندي 1% 1.5 اقل مفيش مشكله، 2 او اكتر لا ادور على حاله بس الستين الثانيه. يبقى هو ده وجود البيورتس نفس الماده دي غيرته وخليته بدل ما يبقى بس يبقى ترانس بس. يبقى من الكلام ده اللي هنسميه ايه الموضوع ده؟ الباسيفيتي. وده الباسيفيتي كيرف ونفهمه سهل قوي قوي، يعني مش كده محدش يحفظ حاجه ولا تاخد بالك من حاجه. الريت اوف كولوجن ولا كوليسيف ايجنت. لو انت تعكس الاكس والواي اكسس هتلاقي الرسمه تختلف عشان بس دي ما تلخبطش. لو انا فاهم يعني ايه اكتف يبقى كل ما اضيف هيحصل الكولوجن بس تضيف زي ما انت عاوز مش هيحصل اي مشكله. ترانس بس هيتحول لايه؟ من الباسيفيتي اللي بيحصل له دمار. وما ننساش اخطر حاجه اللي هو عدم استخدامها تماما هي الاكتف ستيت. اللي احنا عاوزينها هي الباسيف ستيت. ترانس باسيف يبقى لو انا بستخدم الماده دي في الباسيف اخد بالي كويس قوي قوي لو حصل تغيير في الانفايرمنت اللي موجوده ايه اللي ممكن يحولها من الباسيف الى ترانس باسيف. كل الميتالز وكل الاندرويدز متعينه ليها حالات الاكتف وحالات الباسيف وحالات الترانس باسيف. طب نعرف الباسيفيتي ببساطه، كلمه باسيف يعني تفقد النشاط. لوس للكيميكال اكتيفيتي. سؤال ايه ميتال او اندرويدز؟ ان ايه اندر بارتيكولار كونديشنز. يعني الميتال او الالوي هيفقد النشاط بتاعه عنده ظروف محدده، ودي الظروف المحدده اللي هي دايما الديزاينر بيبقى بيحددها لك في تعليمات التشغيل. ده المعنى من الباسيفيتي، وده الباسيفيتي كير اللي بيبين ان الميتال او الالوي ممكن يبقى لها حاله او اثنين او التلات حالات. ما ننساش اخطر ما فيه الاكتف والباسيف اللي احنا مطلوبين ان احنا اللي هنشتغل عليها ترانس بس تيك كير الكونديشنز اللي تحدي. نيجي دلوقتي نقول طب وايه اسباب اللي يفقد نشاطه؟ اسباب اللي هو الباسيفيتي. في سبب منهم كلنا عارفينه من زمان، الالومنيوم في الاير ما بيحصلوش حاجه. دي خدتوها زمان قوي قوي ان هو بيكون لاير. واللاير دي بتبقى باسيف لاير. ادي اول سبب. فورميشن اوف بروتكتيف لاير او بسميها باسيف لاير. بس اللاير دي ليها شروط. لازم تبقى ادهيسيف. مش معقول هتتكون بس. ولازم تكون ايه؟ ما فيهاش انسولين. ولازم ما يكونش فيها غرز فيها مسمات. ممكن الانفايرمنت يدخل من المسمات دي للديار اللي بعدها، يبقى لازم تكون كمان نون غرز. ده البروتكتيف او الباسيف ديار. ادهيسيف انسولبل ونون بورس. في سبب تاني، عشان يحصل الكولوجن يبقى لازم يفقد الكولوجن. يقول لك طب ما تخلوش يفقدها، لما ما تخلوش يفقدها رجعهم. طب عشان ارجعهم اعمل البلشن يبقى لازم من نفس نوع التشارج.
عشان أراك معدول كده يبقى لازم حد حاجة نيجاتيف يبقى أدي إلكترونز. يبقى أنا أغطي السيرفس بمادة بتدي إلكترونز بينها وبين دول يحصل ريبالشن بنسميه الإكسبريشن داي إلكترون إلكترون إنتر أكشن. يبقى دي أسباب المسيرة، يا إما تكوين برودكتيف أو بس بلاير، يا إما يعمل ريبالشن للإلكترونز اللي عاوزة تطلع اللي هو إلكترون إلكترون إنتر أكشن. طب لو فاهمين دول كويس أوي 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 يبقى أقدر أعرف إيه أسباب الترانس بس. طالما دول اللي عاملين بس اللي طب ما تشيلهم يبقى هو ده ايه اسباب الترانس باسيف. الليير دي اتكونت حصل ايه؟ حصل لها ديكاي اتحللت او حصل لها بقت نون اديسي او بقت سولد، يعني بعمل ديكاي للبروتكتيف لير او انا شلتها زي الالمنيوم. لو انت جيت تنضفه يبقى انت شلت الليير باسيف لير اللي متكونه. طيب السبب الثاني، بدل ما يبقى في حاجه بتعمل ريبالشن لا ده بقى في حاجه بوزيتيف على السيرفس رايحه تعمل اتراكشن. يبقى دي اسباب الترانس بس انك تشيل الاسباب دي الباسيفيتي. طيب يقول لك طب الباسيفيتي دي هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على حاجتين، التايم اوف ليتر بمعنى لو انا اخذت اير في الاير على اي اكتف، لو اخذت الالومنيوم او الستانلس ستيل في الاير، الالومنيوم برضه في الاير على اي بس هاخد الستانلس ستيل في الاير على هنا بس. ادي المعنى انها تعتمد على نوع الميتال او الالومنيوم في انفايرمنت محدد، مش كلهم اكتف ومش كلهم بس. طب ده اول فاكتور. الفاكتور الثاني نوع الانفايرمنت، يعني لسه هنا واخدين بقى بالنسبه لنوع الانفايرمنت لسه قايلين الالومنيوم في الاير بس. خد الالومنيوم نفسه في اسيد على اي اكتف، ادي معنى ان الباسيفيتي هتعتمد على التايب اوف ميتال الالوي والتايب اوف الانفايرمنت. ويبقى الغرض كله من الباسيفيتي هي من كل ان ايه الميتالز تقدر تستخدمها في اوساط محدده وايه الميتالز اللي ممكن استحاله استخدامها في الانفايرمنتس دي. وده تطبيق طبعا في الصناعه على مستوى عالي قوي 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 اللي هو لما يجي يصنعها والكونديشنز اللي بيقولها لك المصمم في استخداماتك للمواد. دي جزئيه. التندنسي للكروجن قابليه للتاكل او المقاومه هتعتمد على حاجتين، التايب اوف ميتال على سوء الاكتيفيتي بتاع الميتال. يعني لو خدنا ببساطه الامثله دي عندك الالومنيوم النيكل والكروم بتستخدمهم عادي في الهواء، الاير ما تقدرش ليه تستخدمه. يبقى معنى كده ان الاكتيفيتي بتلعب دور، كل ما يبقى الميتال مور اكتف يبقى قابليته للكروجن عاليه، كل ما يبقى ليس اكتف يبقى قابليته. يعني لما ناخد مثلا النيكل دور ريزيستنس
تاخد مثلا السنتر والبلاتين دي هاي ريزيست للكروجين. اما تاخد الاير ده هاي تنجلسي للكروجين. طب لما تبص كده السيلفر والبلاتيوم هتلاقي المهمين تحت، يعني الاكتيفيتي ضعيف. لما تبص على الزنك مثلا او هتلاقي الاكتيفيتي اعلى. يبقى معنى كده ان الاكتيفيتي بتلعب دور. كل ما الاكتيفيتي انكريز يبقى مرور للكروجن يزيد، يبقى التندنسي للكروجن انكريز. كل ما الاكتيفيتي ديكريز يبقى الريزستنس للكروجن يزيد. واضح قوي. بيقول لك طيب الايرن ده وخصوصا في الاير كارثه، اعلى تندنسي للكروجن. يعني كل الميتالز اللي فوق هو اخطر منه. طب يبقى معنى كده ان الاكتيفيتي بس مش هي اللي بتلعب دور. ايه الدور التاني؟ بيقول لك ارجع للاصل. ايه ارجع للاصل؟ كل الميتالز اللي احنا بنجيبها في الطبيعه من حاجه اسمها اورز. فارجع للاصل وشوف. طيب لو جينا على الاورز دي وعشان نشوف الخطورة دي في الأيرن، لو جينا على نشوف الكورس بتاعت الأيرن، في ثلاثة مشهورين أوي أوي مروا عليكم، ليمونايت وهيماتايت اللي هو من غير الميه ومانيوتايت. ده هيماتايت مانيوتايت. ده الاير موجود في الطبيعه كده. فعشان كده بنسمي دول ايه؟ نيتشرال ستيت او جراوند ستيت. النيتشرال ستيت. وده ما ينفعش للتصنيع عشان دور، ما ينفعش صنع، لكن هو مخلوق كده في الطبيعه. طب عشان الانسان يستغله عاوز هو يغير عشان يصنع منه، فبالطريقه الصناعيه هيعمل اكستراكشن ويطلع الايه؟ الاير. بس ده ما اتخلقش كده، لا ده الانسان اللي عمله. فهنسمي الحاله دي ايه؟ اندستريال ستيت. ودي اللي مطلوبه للتصنيع. طيب ايه اللخبطه هتيجي ليه؟ في قانون بيسموه نيتشرال لو او قانون الهي. اي حاجه في الطبيعه، اني اوبجكت طلع على انسان على نبات على جماد على اي حاجه، حتى في الاتوم الالكترونز اللي جوه، اي حاجه في الايه؟ النيتشرال طبيعتها تميل للجراوند ستيت.
أنا بدي أمثلة سهلة قوي. نبات بتاع زهرة عباد الشمس، هو بيتجر بالشمس، هات النبات ده وأنت حطه في اتجاه عكس الشمس وسيبه هيرجع تاني. لو جينا مثلا على حتى أصغر شيء ما بتشوفوش، أما بتيجي تسخن أي ماتيريال فبتلاقي الإلكترونز بيحصل لها جامب لأوربيتال آخر. طيب هل ده الوضع الطبيعي؟ لا، فبترجع بترجع تاني. ده القانون الإلهي لأي أوبجكت يميل للنيتشر ستيت أو جراوند ستيت. أما تيجي تطبقه ده إحنا اللي عملناه بس طبيعته. يبقى عشان يرجع كده تبص كويس، كل اللي ناقصه ايه؟ شويه اكسجين موجوده في اي مكان. طيب طالما هيرجع كده هيرجع كسر، يبقى بالنسبه لي اتدمر. ليه؟ عشان كده يبقى ايه؟ عنده هاي تندنسي انه يرجع او يتير للنيتشرال ستيت. سهل قوي قوي انه يرجع، وطالما رجع يبقى خلاص بالنسبه لك يعتبر ايه؟ دمار. لو خدنا طيب زي النيكل والكروم اهو، لو بصينا كده على النيكل، احد الكورس بتاع النيكل اللي هو البنتندايت ده اف اي ان اي اس حقيقي بطريقه او الملتريت نيكل وصلفر. عشان يرجع محتاج اير وصلفر، صعب ان هو يلاقيها في اي مكان. طالما صعب يبقى ريزيست للكروشن. هتلاقي مثلا الكروميوم عشان كده بيستخدم جديد، تبص كده في اف اي سي ار 2 او، يعني عاوز اير وعاوز اوكسجين. هذه معنى ايه؟ النيتشر اوف اورز از ريتيرن النيتشر اوف اورز، يبقى هاي تندنسي للكروجن، صعب يرجع يبقى هاي ريزيستنت ايه للكروجن. وعشان كده قلنا الطاير اخطر واحد فيهم، محتاج لشويه اوكسجين حطه في اير تحطه في روتر على طول ايه يرجع. ده المعنى من التو فاكتورز دول اللي هم الاكتيفيتي increase activity يبقى عنده resist tendency للكروجن، الاكتيفيتي تقل يبقى عنده resist للكروجن. لكن في بعض مثل زي الاير خطر قوي يعتمد على ال nature of cause. is the return ل nature state يبقى high tendency للكروجن، difficult يبقى high resist للكروجن. نيجي بقى للجزء الاخير ده الكوريسيف انفايرمنت. ودي من الحاجات المهمه قوي وكانت للاسف مهمله في حاجات كتير. اما تيجي تطلب انت معدات معينه كان كل الغرض ايه؟ الباور والكباسيتي والكلام ده كله الحاجات الفنيه. طب دي هتستخدمها فين؟ فما كانش يذكر الانفايرمنت اللي هشتغل فيه. فبتيجي بعد فتره يحصل لها دمار، وبعدين يقول لك اصل الشركه هي السبب، مش عارف ايه، ارجع للشركه. ببساطه قوي، هل انت قلت دي هتشتغل فين؟ لا، يبقى دي مشكلتك. لازم تقول ايه الانفايرمنت اللي هشتغل فيها، عشان في وسائل البرودكشن يديلك الوسائل المناسبه، وكمان في ظروف التجريب يقول لك على ملاحظات معينه. عشان كده دي مهمه قوي. فلو جينا مثلا ناخد ايه الاوصاف دي اللي هتسبب حدوث الكروجن؟ الاير. لو قلنا الاير كوريسيف انفايرمنت بس كده يبقى ده كلام فارغ تماما ومش صح. مش صح تماما 100%. ليه؟ يقول لك اه الهواء ماشي، الهواء اوكسجين ونيتروجين مره، لكن لازم تحدد ايه نوعيه الاير دي. وبناخد مثال بسيط قوي، اسكندريه والقاهره، اعلى معدل كروجن في اسكندريه عن القاهره،
ولا تضليل. بص على طبيعه الاير، هتلاقي نسبه المويتشر في اسكندريه اعلى من نسبه المويتشر في القاهره. يبقى انت بتشتغل في جو في نسبه رطوبه عاليه ولا في نسبه رطوبه قليله، لازم تحدد بايه بالظبط. ادي المويست، كل ما تبقى نسبه المويتشر عاليه كل ده ما يؤدي الى معدل خروج عالي. مش بس كده، الهواء سخن ولا بارد تفرق. الهوت اير مور كوريسف عن الكولد اير. الكارثه الاكبر، ودي بعد خراب كبير قوي قوي، بدا تطبيق القانون بقوه. بوليتيف اير مور كوريسف، في مناطق يقول لك المرض دي ممنوعه. وبدي مثال بسيط قوي، قرب اسكندريه في منطقه اتعمل فيها مصنعين الاسمنت من زمان واسمها وادي القمر، ودي اتدمرت تماما. في منطق بيقول اما تبني مصانع ابني السكن جنبك، منطق سليم 100% عشان ما يبقاش فيه انتقال والكلام ده كله، يبقى ادي المصانع اهو ودي المنطقه السكنيه. بس كان ايه خطا حصل دمار في المنطقه دي بالكامل؟ ان عشان اتصححت في المصانع الجديده او المنطقه الصناعيه الجديده، لازم عشان تحقق المبدا ده يبقى في نقطه مهمه قوي. شوف ايه المنطقه اللي هي اندر ويند او اضافه، المنطقه اللي تحت الريح ولا فوق الريح؟ كان بتتعمل منطقة عشوائية أو مساكن في أي منطقة بدون أي دراسة للكلام. لا، لازم تبقى المنطقة الصناعية هي اللي إيه تحت أندر وين، والمنطقة السكنية اللي هي إيه أباف، يعني عكس اللي ما يبقاش رياح. فبتدرس رياح لمدة السنة لغاية ما إيه يختار. ودي كانت صحيح كارثة كبيرة قوي قوي في مناطق صناعية اتدمرت الناس دعوة بالحالة الصحية بالنسبة للسكان ومعدل الكروجن العالي. لازم تحدد بالظبط ايه طبيعة الايه المنطقة. طيب ده بالنسبة للايه، عشان كده لو دخلت اسكندرية معدل الكروجن عالي عن منطقة الريح، ما تروح منطقة اسكندرية هتلاقي حوالي 7 مصانع او 4 كله الاكزوست بتاعه كله مالي مالي في الايه. حاجة تانية، لو قلنا ايه الووتر، هتقول برضو كده الووتر مور كوريسف او كوريسف من غير ما تحددها، يبقى برضو كلام فارغ. حدد بالظبط انت شغال سي ووتر ولا اندر جراوند ووتر ولا ووتر عادية ولا كولد ووتر ولا هوت ووتر ولا بولت ووتر. حدد بالظبط ايه طبيعة الايه الووتر. ودي الكارثة التانية، كان زمان مواسير الصرف بتتعمل من الكوست اير وتاخد طبقة اسمنت من جوه ومن بره وخلاص. واضح ان كل شبكة الصرف على مستوى الجمهورية كلها تقريبا اتدمرت. ولما نبص على مواسير الصرف الجديدة لو حد شافها هتلاقي ما فيهاش حاجة خالص اسمها ايه متر نهائي، لان كل ده ايه اتدمر. حتى ببساطه برضو بنلاقي كل مواسير الصرف بتاعت العمارات، لو في عماره قديمه بتلاقي مواسير حديد كلها حصل فيها الرصد ومتدمره. كله دلوقتي بيعمل البي في سي اللي هو بولي فاينايل كلوريد. فالبوليت الووتر لازم دي تبقى واضحه قوي قوي، انه لازم دي امور وبسط دي زي ما بنقول دمرت كل شبكه الايه الصرف. ما بقاش دلوقتي في حاجه اسمها ان انا اعمل مواسير حديد واحطها في الارض. ميه برده سخنه وميه بارده، والخطيره قوي برده السي ووتر. حتى في السي ووتر ما فيش حاجه اسمها اقول لك ايه ميه البحر كوريسك وبس كده. لازم تحدد. يمكن في معلومه سهله قوي بسيطه كلنا عارفينها،
الفرق بين ميه البحر الاحمر والبحر المتوسط. الملوحه السلاليت في البحر الاحمر اعلى من هذه معلومه كل الناس عارفينها، لكن لازم تبقى عارف ايه طبيعه السور ولا انت في الهاي سيز ولا في المينا في المواني ولا قريب. عشان كده الناس اللي بتتعامل مع عندهم مثلا باي لاين او زيتون تقول وخلاف لازم يدرس ايه طبيعه الايه الميه دي عشان يحدد وسيله البروتكشن الايه المناسبه. ده بالنسبه للبروتكشن. غير بقى دول اللي احنا عايشين فيهم الايه الأساس. طيب ما احنا لازم برضو ايه نحدد، يعني هنا مثلا لو خدنا شوية أمثلة الأساس اللي عارفينها سلفوريك أسيد نيتريك أسيد هيدروكلوريك أسيد في نوع تاني أسيتيك أسيد من أسيتيك أوكزاليك سيتريك بروفيلانون في نوع تاني فاتي أسيد. طيب دول ايه بيسموهم مينرال أسيد. ودول اورجانيك أسيد. ودي الفاتي الفاتي أسيد اللي هي ايه انيمال فاتس، اي دهون بتاع الحيوانات بتحتوي على فاتي اسيد. طب انا بتعامل مع اسيد لازم اعرف نوعه. مش حاجه اسمها الاسيد مور كوريسي او كوريسي، لا لازم تحدد. هاي عندك نوعيه ثلاثه اخطر من فيهم مين؟ المينرال اسيد. المينرال اسيد مور كوريسي عن الايه؟ الاورجانيك اسيدز. طب دي حاجه. طب انا اورجانيك وفاتي، لا الاورجانيك اسيدز مور كوريسيف عن الفاتي اسيدز. عشان كده لازم نبقى عارفين ايه نوعيه الاسيدز اللي احنا بنتعامل معاها. اخطر ما فيه هو المينرال اسيدز، وطبعا اخطرهم السلفوريك اسيد. ده خطير قوي والتعامل معاه، وده هيتقلق في اللاب الخطوره من او ازاي نستخدم الاسيدز ده في التجارب للخطوره بتاعته، وهيذكر الكلام ده في اللاب. طيب عكس الايه الاسيدز ايه الالكنز. ويمكن اشهر الاسيدز اللي هي افيلابل قوي قوي في الايه الاستخدام الكوستيك صودا والصوديوم هيدروكسيد والامونيا يسموها الامونيا ليكويد او الامونيوم هيدروكسيد، على اساس دول استخداماتهم كتير قوي في الحياه العامه.
وفي متسمة الأكسايد وفيها منهم يعني لكن دول بشر. لما نيجي نقول المقارنة ما بين الأسس والألكاليس، لو قلنا الأسس مور بروجريسيف عن الألكاليس يبقى ده كلام غير صحيح تماما. ليه؟ عندك الأسس ثلاث أنواع. كلام إيه مثلا أقول فاتي الأسس وكوستيك سودا؟ استحالة أقول إن دي أو حاجة من الأورجانيك أسيد برضه زي الجزيرك أو السيتريك أقوى من كوستيك سودا؟ استحالة. يبقى عشان أحدد الكلام ده يبقى صح لازم يبقى المينرال أسيدز دي قاعدة مور بروجريسيف عن الألكاليز كلها. لكن كلمة تقول الأسيدز كده عموما ده مش إيه؟ مش مظبوط. ودول لهم خطورة هنشوفها قدام، الكوستيك سودا والأمونيوم أوكسيد، ودي برضه في اللاب هنشوف إيه اللي أسيدز بتتعامل مع الكوستيك سودا أو الصوديوم هيدروكسيد. هي مشاكل كتيرة أوي هيتقلب في الجزء العملي إزاي تتعامل معاها. كل دول أخطر حاجة غير سلفور الأسيد والكوستيك والكوستيك سودا. ايه الحاجه برضو الاخرى؟ الكيميكال ريجنس. خلاص نمبر 5 الجازز والكيميكال ريجنس. الجازز مثلا زي SO2 NH3 H2S CO2. الكيميكالز كإكزامبل الكيميكالز هيدروكسين كلنا عارفين SO2 SO3 NH3 سلفر دايوكسيد والأمونيا وهيدروجين سلفايد وكربون دايوكسيد. طيب أنا عندي مصانع شغالة وجاز طالع، طب ما هو جاز في مديتها لازم اعرف الدايركشن بتاعها واشوف هل الجاز دي ليها تاثير في الكروجن ولا لا. اوكي حتى في الفيول بيطلع برضو من الجاز، اضعف واحد فيهم هو السي، لكن ان اتش 3 والاس او 2 والاس او 3 دي خطيره قوي قوي وايه مور كوريس. يبقى لازم اعرف ايه الجاز اللي طالعه دي عشان اعمل احتياطي او وسيله البروتكشن المناسبه. طيب الكيميكال ريجنس استحاله اي حد يعرف عدد الكيميكالز المستخدمه في العالم، استحاله، لان كل يوم يمكن بتطلع كيميكالز كتير في بعض، كل واحد بيعرف اللي بيشتغل بيه. طيب بما ان الكيميكالز دي كتيره جدا ومش شرط ان انا الاقي حد يعرف عدد ضخم منها، فهنا احنا واخدين هيدروكسيد كاكزامبل عشان ندرسه، فالزموا الشركات اي شركه منتجه لكيميكال ودي الماده دي كوريسر تعرف اسمها ما تعرفش اسمها بتستخدمها في ايه، في علامه من علامات الانترناشونال اللي لازم تبقى موجوده. فبتلاقي ايه؟ في حرف كده حرف سي وبروز كده اهي، اول ما تلاقي العلامه دي على اي قوه تعرف ان الماده دي كوريسر عشان لو اتقلب منها او حاجه تبقى ايه محتاط ليها. وطبعا دي عشان ما نقدرش نحدد كل الكيميكالز اللي هي مستخدمه. يبقى ده بالنسبه للجازز والكيميكالز، الكيميكالز كتير قوي قوي قوي، وباخد بالك في اللاب كده لو شفت عبوه بتاعت الشركه هتلاقي لو هي كل حسابات بتتحط عليها العلامه دي زي العلامات اللي هي اللي بتعرفك ان الماده دي فليمر، فبتلاقي علامه فليمر المادة دي بتبقى بويسن، تلاقي علامة اللي على ما تخش أي صيدلية كده في الدولاب عليه علامة بتاعت إن المادة دي بويسن. آخر حاجة في البروجريسيف كوفايرنس في السوليد. ولما نقدر نقول إيه السوليد؟ لما نرجع تعالى نشوف إيه اللي موجود في التربة. كل اللي قلناه موجود فيها.
موجود فيها سولز، موجود فيها ميتالز، موجود فيها مواد اورجانيك، مواد اي اورجانيك، موجود يعني موجود بكتيريا، حاجات كتيرة قوي قوي موجودة في السويل. لازم لما تتعامل مع السويل لازم تحدد، تعمل اناليسيس وتحدد ايه طبيعة السويل ايه. والا يعني اكتر ناس بيهتموا بالموضوع ده بتوع بترول، لان عنده دي صاروخ بايب لاين بتمتد مسافات طويله قوي قوي، كارثه لو ما ايه مش دارس السويل دي وعامل وسيله البروتكشن الايه المناسبه. طيب في حاجتين هنا ما ذكرناهمش، ودي من الحاجات اللي هي المكتشفه مؤخرا، بكتيريا. طبعا بكتيريا ده موضوع بيولوجي. طب قعدوا يدوروا ايه نوع البكتيريا ده اللي يتسبب في حدوث الكروجن، فدي بيسموها ايه؟ بكتيريا سلفيت. فيدور عليه. طب وايه اللي يخلي يعني بكتيريا تعمل كروجن؟ لما بيحصل لها ديكين بتطلع SO2 و H2S. وسبحان الله يعني من الوسيله اللي هي تسهل قوي قوي في الموضوع ده هيدروجين سلفايد، ده يمكن مره هيبقى في المدرسه زمان له ريحه معفنه قوي، ريحه الايه؟ الباب ايه؟ البدل لما يعفن. فيعني لما هو بيتعامل مع السويل مجرد عشان الريحه دي بيعرف ان السويل دي فيها بكتيريا سلفيت. طبعا لكم ريسك اللي بيشتغلوا كانهم اسيدز. الحاجه الثانيه الاستري كارنت. استري كارنت وده الشحنات الكهربيه اللي بتسربها للارض. ويمكن من الحاجات اللي هي بتلاحظوها، كان زمان محولات الكهرباء اللي في الشوارع كانت بتتحط على طول على الارض. دلوقتي بص كويس هتلاقيها محطوطه على قاعده خرسانيه. طب وايه السبب؟ لان الشحنه الكهربائيه اللي بتتسرب للارض هنفسرها قدام قوي في الجزء بتاع الكاثود بروتكشن، بتسبب في حدوث كروجن. عشان كده بيشوف هل في استري كارنت ولا لا. وبرده من الترام او المترو او وهو ماشي بيبقى في شحنه بتتسرب بالارض، فهي ده المعنى اللي استري كارنت. يبقى كده وصلنا للجزئيه الاولانيه بتاعت الدخول لموضوع الكروجن بقى بتفاصيله.